تعالوا بقى نروح إلى شيء تاني جسر بيبقى بيمد مجلسنا مع بعض وصفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل فاتحة لنا باب من النور والبركة والفضل والنعمة. ونبتدي مع أول سؤال مع الأستاذ بهاء. أستاذ بهاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بهاء اتفضل. والله حضرتك أنا يعني متزوج من 18 سنة لسه يعني لسه متجوز لسه متجوز عم نول يعني 18 سنة والله ما يعني لسه الحمد لله رب العالمين. ربنا يحفظك. حضرتك أنا مشكلتي بس عندي بالنسبة لزوجتي سوء الظن، يعني دايما بتحكم على الأشياء من كتر المشاكل اللي احنا عايشينها في زماننا بالنسبة للمشاكل الأخلاقية كترت نوعا، فهي واخد دايما بتاخد الأمور بسوء ظن، فعملت يعني لي عملت يعني مشاكل وصلتني لمرحلة الانفصال عنها ساعات. يعني هي بتسوء فيك الظن في علاقتك بالجنس الآخر؟ في كل حاجة حاجة، كل تصرف بعمله في حياتي دايما بتحكم عليا بسوء ظن، رغم ان هي ما معهاش دليل واحد يعني. طب هي انتوا مع بعض ولا في والله منفصلة عني بقالها حوالي 9 شهور وسايباني وسايبة اولادي. لكن منفصلة يعني هي في بيت وانت في بيت لكن انتوا لسه ازواج. والله ورفعت قضية خلع كمان يعني. طيب اقول لحضرتك حاجة في مسألة حضرت. مسألة الشك دي في الغالب احنا عندنا نوعين من الشك، اما الشك اللي محتاج تدخل طبي اللي هو الشك اللي بيكون عبارة عن وسواس قهري مثلا، او يكون الشك ده نوع من انواع الاضطرابات بسبب امراض اخرى. اما اذا ما وصلناش لده يبقى احنا عندنا شيء بيحرك الشك ده، يعني بكلم على حضرتك بيبقى في بعض الاحيان الرجاله بيعملوا حاجات هم عارفين ان زوجتهم بتشك فيحاول يربيها فيعمل حاجات يخليها يزداد شكها باعتبار ان هي لو وصلت الى حافه الهويه هترجع ومتشكش تاني، أو إن هو يبين لها إن شكها دوت مش في محله وهو مش مهتم بيه. الست بتشك في زوجها أو تعبر عن شكها في زوجها لأن هي عندها فقد في الأمان. يعني لو هو ركز شوية وحاول يحسسها بالأمان هي شكها هيقل. مثلا لو هو بيهتم بنفسه جدا جدا وهو بره البيت وبيهتم إن هو هي بتكون عارفة إن هو بيبقى مرح بره البيت، وهي بتهتم وهي شايفة طول الوقت إن هو ما بين أصدقائه وما بين الناس اللي هو في وسطهم بيبقى شخص متألق ولما يرجع البيت يطفي، هي لابد إن هي تشك. ليه طيب؟ لأن البيت المفروض مصدر سعادة بالنسبة له، فإذا كان هو متألق ومنور بره هو هيجي يقول لي ما هي اللي بتطفيني. لا، الأساس إن أنت لو عايز تقضي على مسألة الشك ده أنت لازم تبقى متألق في البيت، متألق فهي تحس كده إيه ده هو مبسوط في البيت ليه؟ فلو قلت لها انا مبسوط لان انت معايا، انا مبسوط لان انت نور حياتي، انت انا مبسوط لان انت موجوده في حياتي، هي مع الوقت هتبتدي تقول انا مصدر سعاده لي وانا مش خايفه من اللي بره يهد اللي جوه. يبقى اذا ادفع بالتي هي احسن، زي ما نطق الوحي الكريم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. احنا الرجاله في بعض الاحيان بنقول هي مسؤوله بقى عن شكها، لا دي مراتي، دي حبيبتي، دي لحمي وعرضي، مش هسيبها الشك ياكل فيها، انا لازم اكون عونا لها على نفسها الاماره بالسوء، مش ان هي هي بتشك وهي غلطانه وخلاص انا عامل ايه. ثلاث ارباع الرجال يقول لك عامل ايه اغير نمط حياتي، وماله لما تغير نمط حياتك، انا اسف يعني هو ده يضر؟ مش دي اللي ابقالك ولا نمط حياتك هو أهم عندك منها؟ غير يا سيدي، غير يا سيدي بعض الحاجات اللي انت بيها تحسن عشرتها وعاشرهن بالمعروف. هو في حاجة في مشكلة ان انت تغير حاجة عشان العشرة بالمعروف؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان انت تحسسها ان هي أولى أولوياتك؟ والله ما يحصل حاجة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له وهو حضرة النبي وحواليه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا أبو طلحة وكله وسيدنا سعد بن عبادة وسيدنا زيد وسيدنا أسا والحب كل الناس اللي بيحبهم، فلما يسألوه من أحب الناس إليك يقول عائشة
واضح جدا جدا ان حضره النبي بيفهم السيده عائشه ان هي اولى اولوياته، ورسمنا لنا الخطه دي، فلو عملت دي مش هتخسر حاجه، والله ما هتخسر اي حاجه. فانا رايي ان في جزء عليها هي، لان هي مش هي اللي اتصلت بيا، مش هقدر اقوله لها، لكن اقدر اقول لك الكلام اللي انا قلته لحضرتك ده. فانت حاول تكلمها وتحسسها بان ثم التغيير هيحصل في حياتكم، واذا ما كنتوش قادرين ده اتفضلوا على مركز الارشاد الزواجي في طريق افتاء المصريه، ونتكلم لان في كلام كتير المفروض نقوله. معايا مين؟ استاذه منى تتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى اتفضلي. حضرتك انا متجوزه من 10 سنين وزوجي بيديني مصروف البيت، بيقول لي انت مسؤوله وتصرفي فيه زي ما انت عايزه، ما تستاذنيش مني في حاجه. طيب وبعدين؟ بس لما باجي مثلا بحوش شويه او في حاجات بتفضل مني بشيلها، بحس ان انا يعني ضمير بيأنبني. هل المفروض ان انا اقول له ده؟ لا، ده مشكله عند حضرتك. مشكله تتعلق بشويه وسواس وشويه جلد للذات. هو المفروض كنت بشتغل وقال لي ما تشتغليش ونقعد. لا معلش، خلينا سيبك دلوقتي من ان المفروض كان ايه واللي حصل ايه واللي سوى ايه. انت دلوقتي بتساليني الكلام اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ طيب، اما مساله ملهاش دعوه بيه هو خالص اصلا. ولا انت محتاجه تجيبي لي مبرر، عشان انت لو حوشتي يبقى تحويشك حلال. التحويش يعني اللي انت بتحوشيه ده تحويش مأذون فيه. يعني ايه مأذون فيه؟ يعني لما هتحوشي حسي بانك انت بتعملي عباده. ليه يعني؟ طيب لان زوجك بقول له انا معايا شايله. هتسمعيني ولا لا؟ هتسمعيني ولا لا؟ حسي ان انت بتعملي عباده. يعني ايه بتعملي عباده؟ اللي انت بتعمليه ده عباده عند الله سبحانه وتعالى، وبتعملي سنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنته. خلاص، انت لسه معايا صح؟ وانا معايا فلوس قد ايه شايلاها؟ عايزه تقولي له، قولي له، عايزه تفاجئيه في لحظه من لحظاته ويحس بان الله اكبر على الست. هو دايما لما بيسال محتاج في وقت معين بيلاقي معايا فلوس. لكن وبيعمل ايه؟ بيبقى مبسوط ولا بيبقى متضايق؟ بيبقى مبسوط جدا طبعا. الله يسامحك. بس ما بحاولش. ما انا بقول لك الله يسامحك. طيب سؤال تاني معلش. الله يسامحك في ايه؟ في ان انت بتعملي حاجه تاذيكي. لو سمحتي بطلي جلد لذاتك خلاص، وثقي في نفسك شويه. طيب يا فندم، في حاجه تانية بقى بسرعه بس عشان ما عند... طيب طيب، انا بحب يعني اطلع اكل مثلا، اطلع حاجه لله، اطلع. طيب هو في العادي يعني لو طلعت من الفلوس لو طلعت من الفلوس اللي هي بتاعت البيت دي حلال برضه من وراه يعني؟ هو ما فيش وراه، ده الراجل اذلك. اذلك بس مثلا لما خلاص لا، هيبقى حلال، هيبقى حلال ومش حرام ولا حاجه يا ست منى. وبطلي جلدك لذاتك، هو الراجل اذلك لانه واثق فيكي، واثق ان انت بنت ناس وعندك اخلاق وعندك ديانه، فعيشي دينك السهل اللي يفتح عليكي ابواب محبه ربنا ويخليكي دايما انت وبيتك في بركه ونور. واوعي تفسدي على بيتك البركه اللي هو ربنا فاتحها عليكي. فاصل ونرجع تاني نتلقى اسئلتكم المباركه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه، ومعانا الاستاذه عايده. استاذه عايده اهلا وسهلا. الو. استاذه عايده بعد اذن حضرتك، يعني يعني اتمنى على حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. الله يكرمك. الو. اتفضلي يا استاذه عايده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. والنبي يا شيخ انا هسألك ثلاث اسئله. اتفضلي. الحاج متوفي الله يرحمه، اديله 29 يوم النهارده. بس انت متاكده يا حاج عايده ان انت وطيت التلفزيون؟ وطيت. طيب هو على درجه واحد بس عشان اسمع الشيخ هيقول لي. طب انا الشيخ اقوم، انت سامعاني في التليفون، ما هو ممكن حضرتك توطيه خالص. ماشي ماشي. ف ماشي وطيته. ماشي. فانا معايا سبع بنات وولد ما شاء الله. هو كان سايب مبلغ مع ابن اخته شايله في البلد قبل ما يموت يجي باسبوع،
جاب يعني سابقة 30,000، جاب منه 5,000 مصرف وال25 فضلت. فبقول لي يا حاج دي الفلوس دي اللي شايلها مع ابن اختك لمين؟ قال لي دي ساعدهم في جواز محمود. هو انت في حد جنبك يا حاجه بتوطي صوتك؟ ممكن تعلي صوتك عشان اسمعك؟ ماشي. طيب فهو سايب 30,000، ساب 30,000 وجاب 5,000 وبعدين. ايوه اتفضلي بقى. فاللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه وازكى السلام. دول لمين؟ قال دول لجواز محمود ساعدي بيهم. يعني سؤالي، هو اداك ال 30,000 قال لك خدي 5,000 صرف فين؟ عطاهم لي ابن اخت، عطاهم. طيب جبناهم. والمهم لما جينا انا معايا 7 بنات، قال هي الوصيه دي بتاعته ان هو دول لابنه البنات، في عليا انا وزر ان البنات تاخد فيهم ولا حاجه. معلش دلوقتي، هو اداك ال 30,000 وقال لك دول لجواز مين؟ ابني. كويس محمود. يعني الفلوس دي هنشيلها لجواز ابنك، خلاص؟ يبقى هو دوت حاططها لهذا الغرض. طيب هل انا دلوقتي اخواته بيقولوا احنا ممكن ناخد فيها؟ كويس. قلت لهم دي وصيه ابوك ان نساعد بها اخوات اخوك. طيب هو قال ايه بقى؟ قال ان الفلوس دي بعد ما اموت تبقى لابن محمود عشان يتجوز بيها. طيب وهم مش مصدقين الكلام ده؟ لا هم مصدقين واقتنعوا، بس انا بسال حضرتك، انا عليا وزر. ما انا بسالك عشان اقول لك ان ما انا بسالك عشان اقول لك في احنا لازم يعني نفكر بالوزر. بسالك، هو دلوقتي هم مصدقين ان اخو ان اخوهم حط ال 25,000 دول عشان جواز ابنه؟ طيب يبقى هو اداهم لمحمود بقى عشان يتجوز بيهم، عشان يكمل عليهم. فهم مصدقين دلوقتي ان هو ادى الفلوس لمحمود يتجوز بيهم. كويس. خلاص دي الفلوس دوت اتصرف فيها في حال حياته دي، ما تبقاش تركه دي. طيب. بس لو هم مصدقين هم ممكن يقول لك لا ده قال لي لما بعد ما اموت اديهم لمحمود يتجوز بيهم. هو قال ايه؟ دول فلوس محمود يتجوز بيهم، صح؟ قال دول شيليهم اديهم لمحمود يكمل على جوازه بعد ما اموت ولا دلوقتي؟ ايوه بعد ما اموت. محمود بيتجوز دلوقتي؟ اسمعي بس، وهبهم لابني دلوقتي. محمود بيتجوز ولا لا؟ لا لسه، ده لسه. فهم اداله اداهم لمحمود ولا قال لك شيلهم له وبعد ما اموت بدي لهم الفلوس؟ اداهم لابن اخته في البلد، وابن اخته واحنا جايين اداهم لي، وقال لي دول يا مرات خالي، خالي سايبهم دول وقال له دول لمحمود تساعدوه في جوازه. خلاص يبقى قال ادوهم لمحمود يساعدوه في جوازه وهو عايش. وهو عايش. ايوه. طيب خلاص، يبقى الفلوس دي ده تصرف حال الحياه، لانه تصرف وادى الفلوس لمحمود في حال الحياه مش بعد الموت. لو بعد الموت هيبقى لو نسب الفلوس دي ان ادوها لمحمود بعد ما موت هيبقى دوت وصيه، ويبقى نتصرف في حدود التلت من التركه. لو قال اديها لمحمود فاصبح ابن اختك ده اصبح او ابن اخوه ده اصبح عباره عن ايه؟ عن شخص وكيل يوصل الفلوس لمحمود وهو اتصرف فيها في حال الحياه. وما دام هم موافقين يبقى خلاص هذه الفلوس، لان ممكن يكونوا هم مش رافضين الكلام ده وبيقولوا الكلام ده ما حصلش، لا كده الفلوس دي تبقى بتاعت محمود. خلاص. معانا الحاجه ام بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه ام بلال اتفضلي. نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب. انا في ضيقه بالله عليك يا شخص. ربنا يدي، ربنا يفرج عننا كلنا وما ابدا ما يحصلش ضيق ولا كرب ابدا. انا في ضيقه اهو، هخسر شقتي يا شيخنا بالله عليك. ايه؟ هخسر شقتي بالله عليك. مش سامع يا حاج ام بلال بعد اذنك. هخسر شقتي بالله عليك يا شيخنا، محتاجه مساعده بالله عليك. طيب خلينا بس نسيب رقمها في كنترول ونشوف اذا قدرنا نساعدك على دماغنا من فوق يا حاج ام بلال. معانا مين؟ استاذه سعاد تتفضل. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا ابني عايش في امريكا. ربنا يخليه لك. بيسال حضرتك، هو عنده طبعا المكافاه اللي بياخدها بعد المعاش. طيب فسال واحد في امريكا قال له لازم تطلع عليها زكاه، يطلع زكاه عليها وهي مش موجوده معاه، مش هياخدها الا بعد المعاش. هو مين اللي بيقول له كده؟ في شيخ هناك في امريكا عنده. ممكن يرد عليه يقول، ممكن يقول لي اسالي يا ماما، فبيقول لي اسالي شيخ شو فيها، يقول لك ايه يعني.
ولا حاجه. هو مش هياخد الفلوس دي الا بعد ما يطلع على المعاش. حاضر حاضر. بصي يا ستي، دي اسمها، دي بيبقى فيه صناديق وفيه تامينات، فالصناديق والتامينات دي بتعطي بعض الاموال اللي بشكل تكافلي للي بيخرجوا على المعاش، او ان هو يكون بيامن على نفسه وبياخد الفلوس دي وبيحطها حصيله. الفلوس دي ما بيطلعش عليها زكاه لسبب واحد بس، لان هو لغايه دلوقتي الفلوس دي لا يملكها. جزء من اخراج الزكاه ان هو يملكها. هو لما بيدفع الفلوس في مساله التامين، هو لسه لغايه دلوقتي هي موجوده هناك، موجوده ساعتها لما هيقبضها يبقى يمر عليها حول، وساعتها يطلع عليها الزكاه بعد ما يحول عليها الحول. الست ام ابراهيم تتفضل. حاجة ام ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. بص حضرتك، انا تعرضت لموقف كده من فتره ان انا اتهمت بالسرقه وانا مظلومه في المشوار دوت. انا هحكي لحضرتك المشوار بالظبط وبالله عليك ترد عليا. ارد عليك إيه؟ في ايه؟ في ان انت في ان انت مظلومه وان انت سرقتي؟ أنا مظلومة. ولا مثلا انا مظلومه وانا عارفه مين اللي سرق. طب اقول لك حاجه، ما اصل انت لو حكيتي لي انا مش هقدر احقق. انت بينك وبين نفسك عارفه ان انت مظلومه. ايوه. فانت عندك ثلاث حقوق لما تكوني مظلومه. تمام. انت كشخص مظلوم عندك ثلاث حقوق. الحق الاولاني حق الدفاع عن النفس. مش أيوة. الدفاع عن، انا عايز اقول للي هي سرق منها الحاجه ان مش انا اللي سرقت منك وانا عارفه فلانها، هل ده ينفع؟ ولا طيب واحدة 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 يعني واحدة وردت يعني هي سرقت في المشوار ده. استاذة ام ابراهيم هقول لك اهو، انت ليكي حق ان انت تدافع عن نفسك، لكن مالكيش حق تتهمي غيرك وانت ما تعرف، ما عندكيش ادله. يعني ما ينفعش دايما نقول للناس كده، انت ليك حق تقول انا ما سرقتش، ويبقى المساله كلها هات لي دليل ان انا سرقت، لكن مش من حقي ان انا اتهم حد تاني وانا ما عنديش ادله. يا جماعه البراءه ما لهاش دعوه باتهام الاخرين، البراءه انا بريء ما سرقتش. هو لما يكون ساذج ويسال لي طب مين اللي سرق، انا مش بالضروره اكون عارف مين اللي سرق. فلازم نتعود دايما في ثقافتنا وفي حياتنا ان احنا ما نرميش الناس بالباطل، حتى لو ان انا عندي شبهه ان فلان اللي سرق، انا ما شفتش. الدليل في السرقه اللي انا اشوف، وانا ما شفتش الا اذا شفت اللي سرق فاقول ان فلان ده اللي سرق وبيتهمني انا، لانه ساعتها بيرمي التهمه عليا. لكن ما ينفعش ان انا وانا ما عنديش دليل، الدليل عندي ان انا اشوف، لكن انا ادفع التهمه عن نفسي واقول ان انا ما سرقتش. يبقى اول حق ليا ان انا ادافع عن نفسي. تاني حق ليا انا عندي حق. ايه حق ده؟ ان انا كمان ارفع قضيه على الشخص اللي بيتهمني، لان انا شريف. وايه اللي حاصل؟ ومش بس ادافع عن نفسي وادفع التهمه، لا، ليا حق كمان على من اتهمني. الحاجه الثالثه اللي من حقي فيها ان انا ادعي على اللي ظلمني. فانا في الحقيقه انشغل بحقوقي، مش هنشغل باتهام الآخرين. أنا براءتي مش هتظهر لأن أنا بتهم الآخرين. طب نفرض إن الشخص ده ما طلعش بيتهم، أنا كده بأكد التهم على نفسي. أنا كل جهدي في إن أنا أدفع التهم عن نفسي، مش أتهم حد تاني. فأرجو إن أنا أكون وضحت لك المسألة. أستاذة منال تتفضل. السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة منال. والله بحبك في الله يا شيخ جامد ومتابع قنواتك و الله يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يديك الصحة. بس بالله عليك يا أم الشيخ، عايزاك بص يعني تفيدني جدا جدا جدا، لأن أنا هاخد كلامك قرار. بص أنا معايا زوجي، أنا متجوزة ليه 15 سنة. طيب. بقى هو بيشرب حشيش، ويعني هو على طول يعني أحيانا بيأثر في طلبات البيت، هو ليه يديني المصروف وملوش دعوة، قليل كتير قليل كتير ملوش دعوة. يعني ايه عايزة حاجات تانية عليه، الفلوس مش مكفيني ملكيش دعوة، هو دوت وانت مشي نفسك. يعني هو بيديكي فلوس، معلش عشان الصوت مش واضح قوي، انا ماشي على ظروفه. طب هو بيديكي فلوس كتير ماشية قليل ماشية؟ طيب.
طيب يعني هو بيديكي فلوس وانت تصرفي نفسك زي ما بيقولوا كده، وانت تصرفي نفسك على قد يعني، هو ماسك شويه على قد الايد. انت بقى انا مش سامع حضرتك. ما انا بقول لحضرتك هو بيديكي فلوس. ايوه. وانت تصرفي نفسك كده، سامعاني؟ ايوه اه سامع حضرتك كده. طيب انا اتفضلي. ماشي نفسي كتيره قليله، ماشي نفسك. طب فين السؤال يا استاذه؟ فين السؤال يا استاذه منال؟ ماشي. هو ملوش دعوه، كافه ما كافتش. طب يبدو يا استاذه منال ان انت معلش ممكن أيوه. توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي يا استاذه منال. انا موطيه خالص والله يا عم الشيخ. سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك. هنوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي. ماشي انا كده موطيه خالص. عشان كده بقينا نسمع مع بعض كويس. اتفضلي. طيب فانت بتقولي ان هو بيديلك فلوس. أيوة. وانت تصرفي نفسك، كتير قليل هو ما يلزموش حاجه. ملوش دعوه، كفت ما كفتش ملوش دعوه. طيب فين السؤال يا استاذه منال؟ السؤال بقى يا عم الشيخ ان هو دلوقتي بيتعاطى حشيش. ماشي؟ انا كل ما اجي اكلمه اقول له لا دوت غلط ودوت ما ينفعش، وانا ما عنديش المصروف مكفيني، يعني انا باخد مصروف قليل جدا جدا، يعني ممكن 100 جنيه في اليوم وكل حاجه عليا. عايزين زيت، عايزين ده، عايزين ده. طيب. يقول لك انا ما فين ما سؤالك بقى؟ ماشي نفسك. طب هو دلوقتي بيشرب حشيش، ياخد بياخده وينزل بيه مثلا سجاره لاصحابه، سجاره لجوزه. طب السؤال بقى يا استاذه منال، هل السؤال بتاعك هو حلال ان هو يشرب حشيش ويضايق عليا؟ ايوه هو السؤال كده دلوقتي. طب خليني اجاوبك بقى، خليني اجاوبك استاذه منال. مفيش حد يقول ان الحشيش حلال، الحشيش حرام، والحشيش مؤذي، والحشيش مضر، وكل الاوهام اللي عند الناس فيما يتعلق بالحشيش، لان الناس مستسلة الحشيش وبتشربه، لكن هي الناس بترتكب حرام، وكل المخدرات كده، يعني المخدرات كلها كده. فالحشيش يا جماعة مخدر، الحشيش مخدر، كل الأشياء دي مليانة ضرر على الناس. كل المخدرات دي بتوصل الناس إلى حد الهلاك. حتى الحاجة اللي احنا ذكرناها دي أسرع حاجة بتفسد الحياة. واحنا في الحقيقة لما منحاولش نقول الكلام ده عشان احنا مش عايزين الناس تعتاد على هذه الألفاظ اللي هي في الحقيقة بتدمر حياته، والمخدرات اللي بتدمر حياته، فلازم نكون منتبهين إن ده حرام لأنه مدمر، ومحدش يبقى عنده أي حاجات تتعلق بأي نوع من أنواع المخدرات، كلها مخدرات وكلها مدمرة. يبقى لازم نفهم ده، هل حلال إن هو يعمل كده؟ لا، ده حرام ومن الكبائر، لأن هو إذا كان بيمنع أهل بيته يروح يعمل الكلام ده فمن الكبائر، لأنه بيضيع من يعول. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام حضرة النبي إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول. وعشان كده لازم نفهم إن ده حرام، وإن أنت مش بتعمل الكلام ده وأنت بتتصرف في مالك وأنت حر وأنت راجل عارف توزع مالك، لا، الأساس إن أنت تنفق على أولادك بما يكفيهم، مش تجعلهم أسارة للذتك ولشهوتك ولمزاجك. دول بني آدمين، لو حد فيهم انحرف هيكون انحرف بسبب مزاجك ده، مزاجك اللي هو في الحقيقة ممكن يدخلك فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لازم ترجع عن ده وبسرعة، وتدرك أولادك قبل ما حياتهم تتدمر. أستاذة غادة اتفضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بك بحضرتك يا استاذه غاده. اهلا بك. انا عندي مشكله، انا متجوزه بقالي 20 سنه. ممكن تعلي صوتك يا استاذه غاده شويه؟ تمام كده. تمام. اه كده تمام. انا متجوزه بقالي 20 سنه. طيب تمام. طبعا جوزي كان عنده خلافات مع اهلي، اللي هي خلافات الجواز اللي هي بتاعه القايمه والعفش ومين يجيب ومين عليه ومين مش عليه، الكلام ده كله. تمام. بعد الجواز هو خزن كل الكلام ده، يعني هو خزن عنده كل الحاجات بتاعت المشاكل بتاعت قبل الجواز.
مع اول مشكله بينه وبين بابايا قاطعهم ومنعهم يجوا عندي ومنعني اروح عنده. طيب هو ليه منعهم يجي عندك ومنعك تروح عندهم؟ عشان خلاص هما كده بقوا بالنسبه له مشكله كبيره، وهم خراب للبيت وخراب لينا وخراب لحياتنا. ليه بيتدخلوا في البيت؟ بيتدخلوا في حياتكم؟ عمر ما حد اتدخل في حياتنا. امال هو عمل كده ليه؟ يعني هم يعني اذا كانوا هم حمامه سلام، يعني هو ليه يمنعهم من دخول البيت؟ بالنسبه له مش جايين. قصدك ان هو بينتقم من موقفهم ساعه الجواز؟ هو مش من موقفهم، هو بابايا والله الله يرحمه كان غلبان جدا. طيب بس هو دلوقتي انت بتقولي ان عشان القايمه والحاجات دي هو خد موقف منهم. ما كانتش على هواي وانتظر اول موقف منهم، وبعدين راح واخد موقف وقال لا ده هيخربوا البيت، وكانه بينتقم للموقف السابق في مساله الايه؟ مساله القايمه. ايوه حضرتك بالظبط كده. عايزك سؤالك ايه بقى؟ سؤالك ايه؟ هو دلوقتي قطعنا 10 سنين تمام؟ وكنت بروح كل 6 شهور مره مثلا من 10 الصبح للساعه 5 المغرب اكون في البيت. طيب تمام. جه بعد كده بابا جات له حصلت له ظروف مرضيه، وهو حس ان هو يعني ايه يعني في ايامه يعني الاخرانيه او سنينه الاخرانيه. طيب رجع الموضوع برضو بقينا على نفس الانتقادات، ده قال ده عمل ده الموسم اللي جه مش عارفه قليل حاجه. طب فين السؤال؟ فين السؤال يا استاذه؟ السؤال هو عايز يقطعني بقى. هو والدي توفى بقاله 5 سنين. والدتك موجودة؟ والدتي موجودة واخواتي موجودين. هو قطعني من اخواتي خالص، وهو مانع اي حد يتصل بيا في البيت. طيب وانا بتصل بيهم من وراه. طيب يعني خليني اكلمه يا استاذة غادة. لا يا استاذ العزيز، يا زوج الاستاذة غادة، اللي انت بتعمله ده حرام. لا يجوز ان انت تمنع امرأة من صلة رحمها، لا يجوز ان انت تمنعها من ان هي تزور امها، وكمان لا يجوز ان انت كمان تمنعها من زياره اخواتها. صحيح المده اللي يجوز لك ان هي تزور اخواتها ممكن تكون اطول من المده اللي بتزور فيها امها، لكن انت ما يحقش لك ان انت تعمل ده، لان في الحقيقه الشرع الشريف امرنا بصله الارحام. الا يكفيك ان اصل الله سبحانه وتعالى يخاطب الرحم، فقل لها الا يكفيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. فأنت مش من حقك أن أنت تمنعها من زيارة أهلها. صحيح المدة ممكن تكون أسبوع، ممكن تكون شهر بالنسبة لأمهم، ممكن تكون أطول من كده شوية بالنسبة لإخواتها، لكن أنت مش من حقك أن أنت تمنعها خالص. هتقابل ربنا إزاي وهي أصلا بتتصل بأهلها من وراك؟ وخلي بالك أن أقرب طريق لقلب مراتك هي أهلها، فاللي أنت بتعمله دوت مش هيكبرك في عينيها، واللي أنت بتعمله دوت هيكويها، حتى لو ان هم بيسببوا لكم مشاكل. اقعدوا مع بعض واتفقوا ازاي تجنبوا الاهل من انهم يتدخلوا في بيتك. لكن 20 سنه يا راجل، وبعدين ترجع بعد 10 سنين وبعد كده ترجع تاني، واضح ان انت محتاج خبير يستطيع ان هو يخليك تطلع تنفس الوجع والضيق اللي عندك في قلبك. انا ممكن اكون مقدر ان انت موجوع، لكن مش مقدر ان انت مش متزن في هذا التصرف. اللي يمنع واحدة من زيارة اهلها وخاصة امها او اخواتها ده تصرف غير متزن، الا اذا كان الناس دي ممكن زيارتهم تجيب خطر على البيت. اما وان هم لا بيتاجروا في شيء ولا هم كمان سمعتهم بطالة ولا ان هم بيعملوا حاجه سيئه زي عماله الاطفال لو ربي يروحوا لهم، مش من حقك ان انت تعمل ده. واتقي الله في بيتك واتقي الله في اولادك. انت بتقطع اولادك من جذرهم. لازم الناس دول يبقى لهم جذور عشان لما يطلعوا اطفال اسوياء ويطلعوا ابناء اسوياء. يا ساده شويه رحمه، بالله عليكم شويه رحمه، وديروا علاقتكم بشكل صحيح. اللي مش عارف يدير علاقته بأهل زوجته يسأل الخبراء ونقول له يديرها ازاي. بس هو أنا آسف جدا، خليني أقول لكم عبارة، اللي بيفسد علاقة زوجته وبيمنع زوجته من إن هي تعيش وتبقى ليها علاقة بأهلها، هو بيبدأ في كتابة أول سطور لفساد العلاقة بينه وبين زوجته، وكذلك الزوجة. يا رب اجعلنا دايما
من أهل الرشد ومن أهل الحكمة، وما تجريش علينا يا رب إن واحد فينا عشان وجع نفسه أو الأنا يهد مستقبل بيته ويعد مستقبل أولاده. أولادنا قلوبهم ما بتحتملش التناقضات اللي عندنا، فبالله عليكم استروا تناقضاتكم بالاتزان. أعظم ستر ممكن تستر بيه تناقضك هو أن أنت ترجع للاتزان. الاتزان حلو، أقول لكم حاجة، الاتزان من الإيمان، فاطلبوا الاتزان عشان تروا جمال الرحمن سبحانه وتعالى. يا رب وفقنا دايما واجعلنا من أهل الاتزان، وتلطف علينا يا رب بالمدد، واجعلنا دايما محل نظرك بالراحة وبالبركة وبالعطف واللطف والحنان يا رحمن يا أكرم الأكرمين.